تمام. هي عامة مبدئيا يعني احنا لما بتكون في وظائف جايه من الخارج، طبعا احنا عندنا 12 مكتب عمالي بره وظيفتهم ان هم يجيبوا حقوق العماله اللي هي موجوده، لو عندهم اي مشكله بيعالجوها. 12 مكتب، مكتب عمالي في الدول العربيه وفي اليونان وفي ايطاليا. تمام. وظيفتهم المكاتب ديت ان هي تجيب فرص عمل للمصريين، يعني بيدرسوا سوق العمل المصري بره ويتعاملوا مع الشركات اللي هي في هذه البلد وبيجيبوا فرص عمل يرسلوها للوزاره. يعني على سبيل المثال النهارده من يوم الاحد ليوم الخميس في عندنا 9 مهن طبيه اعلنا عنهم من يوم الاحد والتقدم لغايه يوم الخميس. التسع مهن دول لو حابه تعرفيهم هنحطهم هم معانا كمان. هم طبيب استشاري نساء وطبيب استشاري مسالك وطبيب استشاري اطفال، وعندنا اخصائي اطفال، وعندنا اخصائي انف واذن وحنجره، واخصائي جهاز هضمي، وعندنا اخصائي جلديه. طب لحظه واحده، اللي جاب الجزء ده لحد ما زمايلي يعني يحطوا الفرص دي اللي جابه هو المستشار العمال او المستشار العمال بتاعنا بره وبعتها للوزاره وبعد كده احنا بنعلن عن هذه الوظائف. طيب بالاعلان اهو قدامهم وحضرتك بتقول كده ان ده هيفضل موجود على الصفحه بيستقبل يعني الطلبات لحد يوم لغايه يوم الخميس. يوم الخميس بعد ما بنستقبل هذه الطلبات بالشركه اللي هي اللي بعت الوظائف بنحدد لها يوم تنزل تعمل لجنه هي اللي بتمتحن مش الوزاره. طيب.